بسم الله. دلوقتي ممكن نعمل جدول من خلال الرافت يقول لي الأعمدة الموجودة في المشروع، وبدأ من أني دور ومنتهية لأني دور. من فيو سكادول بلاقي حاجة اسمها جرافيكال كولوم سكادول. ده بكل بساطة بيجيب لي كل الأعمدة، تمام، كل عمود موجود فين بالظبط، اللوكيشن بتاعه، تمام. مثلا هتلاقي مثلا العمود ده مثلا في سي 2، ده سي 3، ده سي 4. طب دوت ده اترحل، يعني بعد ما اتحط في بي 3 مترحل 1500، تمام، وهكذا. وكل عمود، خلينا ننزل فايل، كل عمود بقى بيقول لي ان هو مثلا بادئ من الدور دوت لحد الدور دوت، بدأ من الدور دوت للدور ده، بدأ من الدور ده للدور دوت. فده جدول بيبين لي الأعمدة وموجودة بتبدأ من أي دور ولحد أي دور وموجودة فين بالظبط. وتقدر تيجي هنا في الجرافيك ابيرنس تشوف ال horizontal widths قد إيه للكولوم والليفل، والفيرتيكال هاي الارتفاعات تقدر تخلي في مسافات بينهم. وهنا تقدر تغير الفونت بتاع الكتابة، تمام، وتقدر تخليها بولد، ايتاليك، اندرلاين، وهكذا.